بدأت رياضة الهايك من 2017. كان في البداية صاحبتي قالت لي إنه في رياضة هايك وفي الناس بتطلع جروبات وشركات بتعمل رحلات. طلعت معاها وصراحة مرة حبيت الموضوع وبدأت أطلع بفترة مستمرة، يعني فترة طويلة. سافرنا برا السعودية، رحت عمان، رحت جورجيا، طلعنا لقمة ماتيو مع جروب جدة أوتدور. فطلعت مع كذا جروب، وبعدين بدأت أطلع مع جروب تاني، وفجأة صرت معاهم من ضمن الفريق أطلع. وبعدين جات فكرة الرخص، فقررت أخذ الرخصة، والحمد لله قدرت أحصل على الشهادات الملازمة عشان أخذ الرخصة، وكنت أول بنت في جدة تأخذ رخصة هايك، مرشدة هايك. رياضة الهايك صراحة في البداية كانت بس متعة، بس الآن صارت أكثر من متعة، صارت فيها استرخاء، فيها رياضة، فيها تنفس، فيها استمتاع بالطبيعة واتصال وتجذر مع الطبيعة، فيها كثير أشياء. يعني حتى إذا مثلا الواحد كان عنده صعوبات في حياته ولا شيء، لما يطلع الهايك يبدأ ينسى كل شيء ويتصل مع الطبيعة ويحس نفسه كذا خفيف ومرتاح نفسيا وشعوريا. في البداية لاحظت وزارة الرياضة إنه في إقبال مرة كبير على رياضة الهايك، فأصدر مسؤول ملكي عام 1987 بإصدار اتحاد خاص بالرياضة الهايكينج والكلايمينج. في عام 2017 صار في اتحاد مخصوص بالكلايمينج والهايكينج، و2020 صار ضمن الاتحاد الدولي، وصراحة الإقبال صار مرة كبير، وخاصة للسيدات. يعني في البداية كان معظم اللي بيطلعوا هايكين كانوا بس شباب، بعدين مع الـ 20-30 صار بنات مرة كثير بيطلعوا وبيتحمسوا كمان انهم ياخذوا الرخص، وكان حتى نفس الشروط، يعني ما في اختلاف بين الفتى البنت او الولد. في البداية احنا كنا قاعدين بس في المدينة، وما كنا نعرف انه بلدنا فيها اماكن جميلة. لما بدأت وزارة السياحة تعمل رحلات وتشجع الرحلات، اكتشفنا انه في اماكن مرة جميلة، وصار في شركات مرة كتير بيطلعوا للجنوب، في اماكن في عسير، في اماكن في تنومة، في وادي لجب، في اماكن في الطائف، في الشمال، في العلا. اكتشفنا انه بلدنا مرة جميلة وفيها اماكن مرة حلوة. كنا زمان نفضل نحن نسافر ونشوف الطبيعة الحلوة برا المملكة، بس دحين صار في ناس كتير بتفضل انها تعمل جولات سياحية ومغامرات داخل البلد. انا شايفة انه في تطور مرة كبير في رياضة الهايكينج. يعني انا في البداية لما اخذت الرخصة كان عبارة عن انه اسافر للباحة، اروح لمنطقة في الباحة، نروح منطقة اسمها عقبة حميدة، نمشي مسار طوله تقريبا 12 كيلو لمدة 6 ساعات. كانت فقط تقيس اللياقة البدنية وما فيها أي سكيلز ولا أدوات ولا مهارات يتعلمها المرشد. بس بعدين في سنة 2001 المنظمة استدعت الاتحاد الدولي، جو عملوا لنا كورس من منظمة UIAA. بدأنا نتعلم كيف المهارات القيادية لكل مرشد، كيف يقدر يقيد فريق معه ويطلعهم، يكون مدة الدورة 6 أيام مع إسعافات خلوية، مع لا تترك أثر. فصار في عدة أمور متطلبة عشان الواحد يأخذ رخصة ويكون مهيئ تماماً إنه يكون جدير بهذه الرخصة ويعرف يقود مجموعة من الأشخاص، يكون تحت المسؤولية التامة. أتمنى إنه يكون مثلاً، لأنه إحنا رياضة الهايكينج وعلى الكلايمينج هي اتحاد واحد، وهم رياضتين تقريباً مختلفة. الكلايمينج عبارة عن تسلق جبلي وفيها منافسات، والهايكينج مختلف تماماً، عبارة عن مشي جبلي ما فيه له أي تنافس، بالعكس فيه استمتاع بالطبيعة وبالمشي. فإنه ينفصلوا الاتحادين حيخدم تماماً الاتحاد رياضة الهايك ورياضة الكلايمينج.